في شبه كبير جدا ما بين حضرتك وبين الكابتن فاروق جعفر. احنا مع بعض من يوم اتولدنا مع بعض، ومش عايز اقول لك اخوه، لا اكثر من اخوه. والكابتن فاروق جعفر كابتن نادي الزمالك وكابتن مصر، ويستاهل ان هو يبقى رئيس النادي، وربنا يوفقه باذن الله. وكنت انا اتمنى ان لو صورت انت دي الارض دي، صور الارض ايه اللي فيها، واخد بالك كل دي فلوس. لو الفلوس دي كانت اتوفرت لكل واحد وهو قاعد في بيته داعم نادي الزمالك، كان نجح هو قاعد. ما كانش محتاجه للدعايه اللي احنا ماشيين عليها، احنا ماشيين على فلوس. كل دي فلوس. لا حصلتكم قبل كده بتشابه كده كتير. اقول زي ايه مثلا؟ قول لنا كده ابرز موقف. لا ما دي كل المواقف، انا في ناس كتير حبت تتصور معايا، ما انا ما بكتبش. وفاروق هو جنبيك وهو صاحبك ونعلم بذلك، وانا زملكاوي كنت بلعب، وطبعا بعشق نادي الزمالك، وفي نفس الوقت بحترم نادي الزمالك. شايف شايف في صلة قرابة ولا صداقة فقط؟ لا لا بأمانة، هي بقى ربنا عمل كده بقى، هنعمل ايه؟ انا راجل بحبه وهو بيحبني، ربنا خلقنا شغلين لبعض. يعني انا مره في ماتش من الماتشات كانوا متخانقين مع فاروق، مسكوا هدومه وقطعوا لي القميص. مضطرين ان انت كابتن فاروق؟ لا عايزين هو بقى اخوه، انت هو لازم خلاص. جمهور نادي الزمالك جمهور بيعشق الكوره وبيعشق نادي الزمالك، وبيحب فاروق جعفر. حب فاروق جعفر ادى للنادي كتير وادى لمصر كتير. انت جاي النهارده تنتخب كابتن فاروق عشان ما تتدافع ولا عشان انت مقتنع بيه؟ لا انا مقتنع بيه، ومش عشان فاروق جعفر كمان، عشان الاهلي العسكري، عشان الناس اللي هي ما دفعتش فلوس كتيره وعملت بروسترات. وبصراحه يعني الله يكون في عون رئيس الجمهوريه، لما يشوف كل الناس دي معاها فلوس ما يزعلوش بقى، ما يقولوش بقى الدنيا غاليه مش عارف ايه. لا ده هي فلوس اهي، معانا فلوس ومستورين، وباذن الله ربنا يجعل مصر مستوره، وباذن الله ربنا يوفق ويولي من يصلح. واحنا مع كل اعضاء نادي الزمالك، في الرئاسه، في الامانه، مركز الصندوق، في الادويه. بسبب تصريحاته انه موافق على تقسيط مرامة المفروض على جميع الاعراض. هقول لحضرتك، انا رايي ان اخذ الحق حرص. والنادي الاهلي مش سهل، بدليل ان هو خد منك احسن لعيب. مش كده ولا ايه؟ بس عشان نبقى متفقين، خد منك احسن لعيب. انت انا لو انا بالناس بل انا فعلا على ليا فلوس عند ناس باخدها بالهدوء وبالشكه السليمه. لكن لو حد قال ان انا هجيب فلوس فاروق من النادي الاهلي بالعدله، كان مرتضى اولى كده. ما هو مرتضى خلينا فرحه، الراجل برضه يحسب له انه عمل في النادي حاجه. ما هو كان هو بيغلط في ناس، كان ده حاجه تنفع له هو، لكن هو مرتضى برضه ما ننكرش انه ليه وضع في النادي. ما نجيبش دلوقتي نقول مش عارف مرتضى ايه، لا لا، كل واحد ادى للنادي حقه وياخد مننا. فانا بصراحه بزعل من اللي ايه يعني عدم الانصاف اللي هو يعني معاهم ما ينفعش. الراجل عمل للنادي، والا كان بيقعد، وهو اتذكر كان يتكلم وهو موجود. وانا اسف على هذا.